الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت إن شاء الله يكون واضح، بس أنا شدت السماعة بعيد. عبد الرحمن يوسف، واحد يكتب لنا الصوت واضح. دوبي باي. No problem. Niente. Ma tu? Ma io, ma sì, ma io, sì, io parlo, ma non adesso. Ma adesso non life nuova, adesso no, non c'è tante quanto minuto? Persone, ok. Quanto minuto tu fai life? Ok, io fai life maximum 25-23. No, 10 dai. No, così, ma io parlo tanto, scusami. Poi, poi l'altra camera. Dove? Io parlo fra compo telefono. C'è l'altra camera. Io? Tu vai all'altra camera. Tranquillo, io parlo al telefono qui. No. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي طيبة لكم كلكم كده، كلكم كده، كلكم الناس الموجودة هنا دي، تحياتنا لكم كثير. هنتكلم، شكرا جزيلا. هنتكلم عن المليونية وهنتكلم عن السلام. الناس اللي مشت جوبا، الوفد اللي مشى جوبا، انتوا سمعتوا طبعا اخواننا في المعسكرات قالوا الناس اللي مشوا جوبا ديل ما بمثلوا النازحين واللاجئين، ديل بمثلوا كويس الناس اللي بمثلوا حركات مسلحه فقط. يا جماعه شوفوا، نحن ما دايرين زول يتاجر باللاجئين والنازحين، وكلام ده احنا قلناه قبل كده وكلمنا اخواننا في المعسكرات، وهسه شفتوا الاوراق اللي طلعت والحاجات دي. ده ما انا ده كله ما داير اتكلم فيه، ده كله ما انا داير اتكلم في السلام. اهم لي شغل السلام. دايرين نشوف عندنا ناس جايين، ضيوف جاييننا في دارفور، عارفين ناسنا بتاع المعسكرات دي ما عندهم حاجه، دايرين نقف مع الناس دي، الناس اللي عندها قروش، الناس الموجوده في نياله، الموجوده في اسمه ده، في الجنينه، في زالينجي، في نيرتتي، الناس دايرينكم، دايرين نقف عشان دايرين نستقبل الناس دي، الناس الجاييننا، الضيوف الجاييننا، دايرين نشوف اخواننا في المعسكرات، دايرين نشوف الناس دي كيفيه انه احنا نستقبلهم. الاستقبال ده بتم كيف يا جماعه؟ دايرين نحيي نفسنا ودايرين نتعب. وانا والله شاكرين لاي انسان بيجي بيزور دارفور دي، يعني ما عندنا قضيه انه القطر ده فيه منو ولا ما فيه منو. انت جاي تجد جاي لاخواني وجاي لاهل اللاجئين والنازحين ديل، يا اخو والله بس مرحب بك، مرحب بالسلام. وخلينا كلنا كنا نتوجه على السلام، كلنا خلينا نتوجه على السلام. خلونا نخلو الصراعات القصيره بين الناس دي، خلونا نخلوها. الناس اللي ما بتعمل شير ولايك وما قادرين توصلوا الفيديو ده، انا ما داير اتكلم كثير بجد، يعني انا ذاته داير انوم، داير اشرب لي حبه ولا اي حاجه ارقد انوم، لكن ما بقدر بنوم والناس والضيوف جايين. انا ما عملت اي حاجه، شايف نفسي انه ما عملت اي حاجه. قبل قطعت اللايف ده قلنا كان اخواننا في قناه الحوش، لكن ما توفقت انه يعني يستضيفوني في قناه الحوش، ممكن يكون بكره ولا، عشان داير يكون واسع الناس كلها ونعمله بدري شويه، لكن بس الناس توصل الكلام ده لاخواننا الموجودين في اسمه ده في الجنينه، والموجودين في كل المناطق من حول الجنينه، دايرين كلنا نجي نتوافق كده. والكلام ده بيعنينا كلنا يا جماعه، الضيوف دي ما جايين لناس المعسكرات لوحدهم، ما جايين لناس المعسكرات لوحدهم، الضيوف ده جايين لنا احنا كلنا، ويبقى احنا كلنا لازم نقف. ده الحاجه المهمه لنا احنا اول حاجه، بعد ذاك السلام. لانه الضيوف الجايين ديل يا جماعه قالوا ديل شنو؟ دي قافله جايه تجي تزورنا، ونحن عندنا حاجه، عندنا برنامج السلام اولى من كل اي حاجه، ودي برضه هنجي نتكلم فيها وهنجي نشرحها، وهنجيب اقتصاديين، هنجيب دكاتره، مهندسين، هنجيب ناس، اي انسان هنحطه في المكان المناسب، هنجي نتكلم ونطرح حاجات كثيره جدا. عندنا اهم حاجه حكومه حمدوك وحكومه غيره، نحن دارين السلام، والسلام لازم يكون واضح وشفاف. زي ما شفنا هسه حاليا الاجتماعات بتاع الامم المتحده وقوموا قاعده، ما في حاجه ملبده للشعب السوداني ده. فيبقى انه كلنا خلينا هسه حاليا نبقى في السلام، خلونا نجيب السلام اولا. وخلينا الضيوف ده خلينا نستقبلهم استقبال جيد. استقبال الضيوف بس ما دارين حاجه ثانيه. الضيوف ديل خلينا نستقبلهم كويس. ما عندنا معك شغله، الخلافات اللي هسه ماشيه في الشارع دي انا بشوفها كلها شنو؟ نقاقير ما بتودي الناس لقدام. انت عندك خلاف مع حامد يعقوب، السودان قبل حامد يعقوب. عندك خلاف مع صالح بدون ذكر اسمه، ده كله كلام فاضي ساكن.
يبقى الدولة دي بتخدمها انت، دار دولتك السلام، دار اي حاجة ما بتجي، ما في حاجة بتجي بدون السلام. يا جماعة كلنا دارين كلنا نطلع نشوف السلام، دارين نطلع نستقبل الناس الجايين ديل، الضيوف ديل بسموها مليونية السلام، ناس جايين يزوروا دارفور ممكن لأول مرة. يا جماعة في كل الناس الموجودة في النص، يعني شوف من الخرطوم، من مدني، من سنار، اسمع الكلام ده كويس، من كوستي، من السميح، الله هي كردفان بذات نفسها، أقصد الرهن كويس. تمشي قدام هناك، تمشي الله يدينا اسمه، ما علي راحت لنا، ما حطلعت القطر ذاتها بقت تروح مننا كويس. جنب السميح دي اسمها شنو؟ الدبيبات، تطلع من الدبيبات لحد ما تمشي. يعني شوف دي كلها، وكل الناس دي بيركبوا، الناس دي كلها رجال مغامرة، الناس الماشيين ناس الخير ديل، فيهم ناس أحزاب ما فيهم أحزاب، ده كله ما عندنا معه شغلة. الناس دي جايين وين؟ جايين لنا احنا في دارفور. الحم حقنا، الحم الأول والأخير، شفتوا ناس أكبر يستقبلوا الناس كيف؟ شفتهم طبعا قدموا ما فيه الكفاية، قطر أكبر ده لما مشى الناس استقبلوه ليه؟ لأنه كانوا ناس جاهزين. لكن احنا عندنا في دارفور الناس اللي ماشيين لهم دي يا جماعة ناس ما عندهم حاجة، لا حول ولا قوة، ماشيين ينقذوهم. انا عارف الناس الجايه دي ما عندها حاجه، هي دايره من انسان، لكن من حقنا كده كلنا كابناء دارفور نستقبل الناس دي الاستقبال جيد. جايين لنا ابناء اقليم كردفان كويس، من ناس الخرطوم، النيل الابيض، في ناس قبل كده ما شافوا دارفور، ما شافوا دارفور ده كله اول مره ناس ماشيه دارفور. فيبقى انه احنا دايرين نفرش لهم بس الورود اللي عندنا، الحاجه البسيطه اللي عندنا دي، ده اللي بخلينا انه واحد راقد والله يحمي. والله اتمنى انا اليوم ده انا اكون استقبل الناس دي هناك، اتمنى ان انا اكون في الجنينه، حتى لو انا اجيب نبق من الشارع، بس اجيب نبق من السوق اجي اقابلهم به، الجود بالموجود، الجود بالموجود. يلا نقول لأهل الخير هنا دايرين بعد ده الناس تجهز، تمشي المحليه، تمشي للاساكر ديل، تقيفوا معاهم، تتكلموا معاهم انه عندنا ضيوف جايين، داري لكم مدرستين ثلاثة مدارس تتنظف، تشوفوا حمامات تنظفوها، ده الكلام انا داير اتكلم فيه. فهمت الكلام ده ولا فهمته؟ بعد ذاك تشوف لكم مركز طبي، الناس دي بتاع ناس الهلال الاحمر الموجودين في نيال، الموجودين في الفاجر، القوة دي كلها من حسي تعمل استنفار، يجوا يجنبوا في الجنينة، كل المراكز الطبية دي تجي تجنب في الجنينة، الناس دي هتجي تستقبلهم ناس كثيرة جدا في الجنينة. فموكب ده داير له دار كادر طبي واسع جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يجيب العواقب سليمه. لكن دارين نجهز نفسنا، ده الكلام اللي احنا دارين نتكلم فيه، ما دارين نتكلم في زول ولا اندماج شغله. شفت انا عملنا ده عمل انساني، والخلانا نتكلم في السياسه لانه العمل الانساني مربوط مع السياسه، لو ما حبشت الحاجات الصح ما ممكن تكون انساني، ما بتقدر، لانه لازم تشيل حاجه من جذورها. فدارين عمل انساني فقط، ما عندنا منصب ولا دارين انه احنا في الثوره دي عشان يدونا فيها حاجه ولا اي حاجه، بس دارين الصورة دي تمشي قدام والناس ندي اللي يعيشوا، يكون ما في قتل وما في اغتصاب، ويزول اللي رجوا له حقه، والمجرم يتحاسب، المجرم ده لازم يتحاسب. لكن هسه ده كله خطكم كلكم، ناس المعسكرات الموجودة بالجنب، الناس كلها تجي الجنينة، الجنينة دي تعالوا كلكم تجار، اللي بيجيب شوال دقيق، اللي بيجيب ملوى، اللي بيجيب له ويكا، اللي بيجيب له تيس، اللي بيجيب له كبش، اللي بيجيب له خروف زي ما انت بتقوله كويس، اهل الخرطوم طبعا، اللي بيجيب له تور، اللي بيجيب له عجل، الناس دي دايرين نستقبلهم، دايرين نستقبل الناس دي. والكلام ده ليكم انتوا اخواننا في حركات المسلحة، الضيوف جايين، وناس دي كلهم قاعدين في المعسكرات، ما في زول عنده لقمة عيش، تجار الجنينة انتوا اكبر تجار، عندكم القروش، الكلام ده برضه لازم تقوموا فيه. ما خاطين يدكم مع المجلس العسكري يا اخوانا، انا بوريكم عديل كده، قاعدين يدكم مع المجلس العسكري ده عشان انه انتوا بيمرروا لكم عرباتكم واجندتكم ودقيقكم وبصلكم، بتودوا شعط وبتجيبوه، ده كلام برضه ما بينفع. دايرين تقفوا معانا مع الثورة دي، انا ما داير اطول معاكم كثير، كله ما داير اطول يا اخي، مفروض تسليم البشير، والبشير ده اللي بيسلمه من انت لو ما جا السلام. انا ناس واحدين دول بيكتبوا كلام ذاته عجيب، مفروض تسليم المجرمين للمحكمه، انت ما جا السلام، كله ما شكلت حكومه، يا دوب الافواج الجايه دي اقعد معاهم وشكل دولتك المدنيه دي، اقعد مع اخوانك الجايين ديل، بعد ما هم يمشوا بعد ده احنا نشوف السلام ده، ما هو ده السلام ما بتم اذا ما سلموا الناس، ما في سلام بيتم لو ما سلموا المجار، ما في سلام، ده شيء معروف. لكن احنا هسه يا جماعه عندنا ضيوف، انا ما اقدر اطول عليكم، باقي لي دقيقتين ولا 3 دقائق، عندنا ضيوف جايين،
انستروا مع الناس، ده الكلام اللي انا بقوله، انستروا مع الناس. احنا قاعدين نبكي ليل ونهار، احنا مظلومين، ناس ما بيجونا، ناس ما يقفوا معانا، ناس ما سيروا لنا مسيرة. الآن المسيرة جايانا في دارفور، خلونا من الجعجعة الفارغة دي كلها، خلينا الضيوف دي خلونا نستقبلهم، بعد ما يمشوا بعد ذلك نجي نشوف الحاصل شنو. دارين نستقبلهم، دارين يجي يلقوا أرضيتنا دي نظيفة، بس أرضية نظيفة نقدر نستقبل. إحنا ما عندنا لهم سراير، ما عندنا لهم أي حاجة، لكن الجود بالموجود، مدارس، مراكز صحية، الناس تقيف معاهم، البراميل، الموية، الحاجات دي الحاجات اللي دارينا، دارين ننبه الناس، بس ابقوا طيبين، يتماسكوا ويتكاتفوا وشيروا الكلام القصير ده، بس ما اكتر من كده. واذا بقي في الامر بقية هنتلاقى ان شاء الله. تحياتنا لكم كثير، السلام عليكم ورحمة الله.